والله لقد جئتكم بالذبح. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ورسول ذبح ذبح. يقطع المرأة ثلاثة، يقطع الصلاة صلاة المرأة ثلاثة، الكلب والمرأة والحمار. بين الله سبحانه وتعالى عقوبة الزنا في كتابه، فقال الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من بدل دينه فاقتلوه. أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعنيكم. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. God loves you, and He loves you with a love that you don't even know anything about. أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم نبي القرن 21. النهاردة هنتكلم بخصوص الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس. طبعا نحن نصلي من كل قلوبنا من أجل الجهتين، لأن الجهتين أحباء على قلب الله، الجهتين مولودين من أب واحد وهو أبونا إبراهيم. فإسحاق أبو اليهود هو ابن الإبراهيم، وحماس والمسلمين هم من أب هو إسماعيل. فإسماعيل وإسحاق إخوات من اتنين أمهات مختلفين، بس الأب واحد إبراهيم. فاليهود من إسحاق، المسلمين والعرب من إسماعيل. والحاجة العجيبة جدا إن الله في الكتاب المقدس قال إنه حيبارك إسماعيل ويجعله أمة عظيمة، وحيبارك إسرائيل وحيديهم الأرض. والاتنين اجتمعوا ووجدوا أنفسهم في أرض واحدة، والآن الحرب الدائرة بينهم أمر مشين. وأعتقد أن السماء تبكي على ما يحدث في إسرائيل وفي غزة، لأنه الاثنين إخوات. ونحن ينبغي لنا كمؤمنين مسيحيين في كل مكان في العالم أن نصلي من أجل أن الله يتم الصلح بين إسرائيل وبين حماس، والاثنين كإخوة يرجعوا إلى بعضهم في هذا الشهر المبارك وهو شهر عيد الميلاد. ففي العيد تسكن الحروب والبغضة والعداوة، ونصلي من كل القلب إن الرب يسوع بمحبته وسلامه يقود ويسود القادة من الناحيتين على السلام، لأنه هو الذي يقدر أن ينقض حائط السياج المتوسط أي العداوة. فيش حد يقدر يشيل العداوة بين إخوين بين أخوين إلا المسيح، بين زوج وزوجة إلا المسيح، بين أب وابنه إلا المسيح، بين شخص وشريكه إلا المسيح، بين أخ وأخوه إلا المسيح. هو الذي جاء صانعا سلاما ناقضا حائط المتوسط بين جميع الفئات أي العداوة. ونصلي من أجل الأطفال والضحايا، وأن المعونات تصل للمحتاجين، وأن الرب يرقق أحشاء ومشاعر المجتمع الدولي لكي ما يتدخلوا لتتوقف هذه الحرب النازفة التي يضيع فيها مئات وألفات من الضحايا الأبرياء. دعونا نصلي معا من أجل الفلسطينيين ومن أجل إسرائيل. يا أبانا السماوي،
في هذا العيد المبارك. نتقدم أمامك يا رب بالصلاة من أجل إسرائيل ومن أجل الشعب الفلسطيني وحماس يا رب. بنصلي إنك تكشف الخداع والغشاوة على قلب حماس وكل هؤلاء الذين يستخدمون الدين لكيما يسودون على شعوب وأمم. يا رب أنت تفضح العمل العدواني الشرير الذي قامت به حماس وتنقذ الشعب الفلسطيني من وطأة الحرب ضد إسرائيل وتعطيهم نعمة وتلين الشعب الإسرائيلي وقادة الشعب الإسرائيلي لينظروا إلى الشعب الفلسطيني بنظرة الحب والمحبة. يا رب سود علينا جميعا بمحبتك في اسم المسيح يسوع والاسم كل المجد. أحبانا المشاهدين، الرب معاكم ويبارككم، وتهانينا القلبية لكم بعيد الميلاد المجيد، وبالنيابة عن جميع العاملين في قناة الصخرة في كل مكان، بنشكركم على محبتكم وعلى صلواتكم وتبرعاتكم وتدعيمكم لبرامج القناة، وشجعكم انكم تواظبوا عليها وتشاهدوا برامجنا، خاصة البرامج اللي من انتاج قناة الصخرة زي نبي القرن 21، زي كلمة منفعة، صخرة الإيمان، كلمة ونغمات، وبرامج أخرى شيقة، يقدر ويستطيع، برامج خاصة بالصلاة. وأحب أن أنقل لكم أخبار شيقة جدا، أنه أخبار مفرحة، أنه من أسبوعين عملنا احتفال العيد في مدينة الكهون وحضر حوالي 500 مسلم وكلداني ومسيحيين ومسلمين، وشعرنا بحضور الله وبحضور الروح القدس، وكلنا إخوة، لا فرق بيننا، لا فرق بين مسلم ومسيحي أو يهودي، لأننا كلنا من أب واحد هو الله، ويجري فينا دم واحد الذي خلقنا به سبحانه وتعالى. الرب معاكم ويبارككم، وإلى اللقاء على شاشة قناة الصخرة مرة أخرى. مسيح معكم. والله لقد جئتكم بالذبح. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الرسول ذبح يقطع المرأة، يقطع الصلاة، صلاة المواليد ثلاثة، الكلب والمرأة والحمار. بيّن الله سبحانه وتعالى عقوبة الزنا في كتابه، فقال الله جل وعلا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من بدل دينه فاقتلوه. أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعنيكم. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. God loves you, and he loves you with a love that you don't even know anything about.